ربنا يستر على الجميع. حد بيسأل: هل طبيعة السماء تكون زي ما رأى وتكلم عنها يوحنا في سفر الرؤيا؟ بكل تأكيد، بس لازم نعرف ان ما ذكر في سفر الرؤيا هو شرح بتاع واحد مش عارف يوصف. ليه؟ لان مفردات اللغة الانسانية لا تعبر عن هو موجود في السماء. فاحنا يقول لك بولس الرسول: سمعت كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. والمناظر اللي شافها يوحنا أو بولس الرسول ما شافهاش قبل كده في الأرض، فيوصفها إزاي؟ لما أنت في حاجة أول مرة تشوفها هتعطيها اسم إيه؟ فعشان كده يقول شبه الزمرد، شبه مش عارف اليشب، شبه إيه، لكن هي إيه؟ حاجات تانية. وطبعا المجد اللي مستنينا في السماء شيء لا يوصف. المجد اللي مستنينا في السماء شيء لا يوصف. ده الواحد لما يدرك دي يحتقر اي امجاد في الدنيا. عشان كده ابائنا القديسين قالوا: ما تضيعش مجد الابدية بسبب لذة وقتية. ربنا يرحمنا ويستر علينا يعني.